وصفتنا لليوم الكل بفكرها كتير صعبة، فلهيك بقرروا انهم يروحوا يشتروها من المحلات. بس انا حابة اخبركن انه وصفة البقلاوة ما في اسهل منها، وفينا نحضرها بمكونات موجودة بكل بيت. انا اليوم عملت البقلاوة بفستق، بس انتو فيكن تعملوه بحيلا مكسرات انتو بتحبوها. فتعوا سوا اليوم نحضر اطيب بقلاوة بمكونات بسيطة موجودة بكل بيت وبكلفة كتير قليلة. نحضر العجينة، بدنا كبايتين طحين، ربع كباية زيت، نص كباية حليب ومي، مع ملعقة صغيرة بيكنج باودر وبيضة واحدة. منبلش بخلط البيض مع نص كباية الحليب والمي وكمان الزيت. أنا هون عم عود زيت نباتي. منخلطهم كتير منيح، منرجع منبلش نضيف البيكنج باودر والطحين على مراحل. هلأ اللي بده يعوز العجانة أكيد فيه، أو يلي ما عنده بيعمل مثل ما أنا عم نعمل، بمسك السباتولا وبصير إبرم المكونات، بخلطهم بهيدا الشكل الدائري. ضيف كل الطحين، ممكن تضطروا انكم تزيدوا شوية طحين، يعني حوالي نص كباية زيادة حسب انتو الطحين قديش بيتشرب سوائل. بعدين بدي اكيد اعجنها على ايدي، بعجنها بهيدا الشكل. بعد ما اكون عجنتها على ايدي لحوالي 3-4 دقايق، بعملها هيك على شكل دائرة وبحطها بقلب الوعاء، برجع وبدي غطيها خليها ترتاح لحوالي نص ساعة قبل ما فيني عوزها. هلأ بعد النص ساعة بطلع العجينة، ليكم أحلاها عجينة كتير طرية وكتير حلو الشغل فيها، ما بتلزق أبدا. حقصها بالنص، وبعد ما قصها بالنص حاخد كل نص وحاعمله رول، هيك رول طويلة مثل ما نكون شايفين. وهيدي الرول الطويلة بدي قصها لتسع قطع. هلأ أنا هون عم حيز القطع تحاول أنهم يطلعوا بنفس الحجم. إذا عملناهن وما حسينا أنه نفس الحجم، فينا أكيد نشيل شوي من قطعة ونزيد على التانية. فبعد ما قصيتهم حأعملهم هيك على شكل كروات صغيرة. أكيد بدي أعمل نفس الشي للعجينة التانية، فبصير عندي 18 كرة. ما كون حضرت الكروات العجين، بدي لتهم كتير منيح بالنشا، والنشا كتير مهم بهيدي الوصفة. نحنا عم نمد العجين، اول شي بمد العجينة هيك بهيدا الشكل، ما بكبرها كتير، وبرجع بحطها وبرش، بدي حط تحتها اكيد نشا. بلت التانية كمان بالنشا وبرجع كمان بمدها، وبدي ارجع حتى فوق اول عجينة. بس اهم شيء انه حط رش نشا بين الطبقات. حارجع اعمل هيك للتسع كروات اللي نحن عملناهن، ومنحطهم فوق بعضهم، بس اهم شيء انه بدنا نحط بيناتهم كتير نشا مشان ما يلزقوا. هلأ باخد هون التسع طبقات اللي انا عملتهم، وبدي مدهم كلهم سوا. منمدهم شوي شوي، هلأ أكيد فيكن تكبروا العجينة بعد أكتر، أنا اكتفيت بهالحجم مشان صينيتي. هلأ بعد ما مديناهن منبلش نشيل العجينات عن بعضهن. مثل ما بتلاحظوا إنه حتطلع معي بطريقة كتير سلسة، هيدا بفضل النشا يلي كان موجود بين العجينة والعجينة. فأهم شي برجع بعيد إنه نكت النشا بيناتهم للطبقات نحن وعم نحط. وإذا خايفين تتخزق معكم العجينة، فيكن تحطوا 3 طبقات فوق بعضهم وتمدوهم، بياخد وقت أكتر بس بتضمنوا نجاح هيدي الطريقة. لاحظوا معي هون قديش هالعجينة رقيقة، حتى فيكن تشوفوا صابيعي من تحتها، يعني هو هذا الأبيض هو من النشا.
ندهن الصينية سمنة وبدنا نصف فيها 9 طبقات من العجين. بعدين منحط الحشوة، أنا عندي هون حشوة الفستق، أكيد أنتو فيكن تعملوا الحشوة بجوز، بحاجة لمكسرات أنتو بتحبوها. أنا خالطة فستق سكر ومي زهر، حأكتب لكم المقادير بالبوكس تحت. هلأ فوق الحشوة بدي بلش حط 9 طبقات التانين. تتذكروا نحنا عملنا 18 عجينة صغيرة على شكل كروات ومديناهن، فمنحط 9 من تحت، نرجع منحط الحشوة، منرجع من نحط 9 من فوق. حاولوا انكم تهروا النشا قد ما بتقدروا قبل ما تحطوا العجينات فوق بعضهم. منقطع منرجع البقلاوة مثل ما انتو بتفضلوا، انا اخترت انه اعملها هيك على شكل تراينجلز، بس فيكن انتو تزغروا بالحجم. منرجع بدنا نسقيها بالسمنة، كباية سمنة دايبة، فيكن تعوزوا سمن حيواني او نباتي حسب انتو كيف بتفضلوا. منحمي الفرن على 180 ومندخل صينيتنا بنص الفرن، مندور الفرن اول شي بس من تحت، بتاخد حوالي 45 لـ50 دقيقة. منرجع بعدين منشعله من فوق تتاخد هاللون الذهبي الرائع. اول ما تطلع من الفرن بدنا نسقيها بالقطر، حاكتب لكم مقادير القطر كمان تحت بالبوكس. وفينا اكيد بالاخر نزينها هيك بشوية فستق او حيلا مكسرات تانية انتو بتحبوها، وبتكون البقلاوة جاهزة للتقديم. ان شاء الله يا رب تكونوا حبيتوا هيدي الوصفة، واذا حبيتوها ناطرة منكن انكن تجربوها وتبعتوا لي صور اطيب بقلاوة شغل ايديكن على الانستغرام اكاونت تبعي. وما تنسوا تعملوا لايك لهالفيديو وسبسكرايب لماي تشانل.